العادة حسين الحربوي في تنفيذ الركنيات. هذه الركنية الثانية نفذها حسن الحربوي. وزع حسن الحربوي والهدف الأول للترجي. الهدف الأول للترجي. الهدف الأول للترجي في التوفيق تحتش فيها لعب. العربي جابر المدافع يسجل الهدف الأول للترجي. العربي جابر هدف على إثر كرة ثابتة للترجي. وفرحة الجماهير العربي جابر افتتح النتيجة للترجي. كانت كرة من رأسية فوسيني كوليبالي رجعت في مرة ثانية العربي جابر افتتح النتيجة. اللي عاد حسن الحربوي يوزع فوسيني كوليبالي بالراس. تدخل من علي العياري طليق العربي جابر يسكن الكرة في الشباك ويفتتح النتيجة للترجي 1-0 للترجي. محتاج دقيقة لعب. سيناريو جديد في هذه المباراة 1-0.